مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره اللي بنطرح فيه كل يوم اربعاء القضيه الابرز على الساحه الرياضيه العربيه والعالميه معي انا عبيد نفاع. الكره السوريه الى اين؟ عنوان ممكن يلخص حال المنتخب السوري خلال الفتره الماضيه. فالمنتخب اللي كانت تحكي عنه وسائل الاعلام حول العالم قبل عامين فقط دخل اليوم الى العناية المركزة. بشعر انه لازم يكون في كتاب نسميه كيف تدمر نجاحاتك في عامين. فبعد مباراة أستراليا المنتخب السوري دخل إلى غرفة الإنعاش. نتائج مخيبة، مشاركة مخيبة في كأس آسيا، نتائج بالوديات وهزائم ثقيلة، وتوالت الصدمات على الجماهير السورية رغم وعود المسؤولين عن الرياضة في سوريا بالمحافظة والحفاظ على هذا المنتخب وتطوير المستوى. طيب خلينا نشوف كيف حافظوا على هالجيل وكيف طوروا مستوى المنتخب السوري وشو الخطوات اللي أخذوها بهالاتجاه. أولاً تم جلب مدرب ألماني اسمه بيرند شتانجا. هو مدرب مش كتير ناس بتعرف عنه، مش كتير ناس بتعرف تاريخه طبعاً، ولكن كان بيدرب من عام 1972 وهو أيضاً كان متقاعد قبل ما يتم التعاقد معه من قبل الاتحاد السوري. مدرب أكبر إنجازاته كان تحقيق كأس ألمانيا الشرقية عام 1973 و1974. كيف متوقع منه أنه يقود منتخبك إلى إنجازات وأنه يطور مستواك؟ جابوا المدرب وانتهى الموضوع، دخل بطولة كأس آسيا، أول مباراة، ثاني مباراة تمت إقالته. وهذا الشيء ما بيصير إلا بحال كان في مشكلة كبيرة بمعسكر المنتخب ومسؤول عنها الأساسي هو المدرب، وبالتالي بتقيل المدرب بتجيب مدرب آخر. مين كان البديل؟ البديل كان فجر إبراهيم. فجر إبراهيم هو اللي قاد المنتخب السوري بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، وطبعا نجح بقيادة المنتخب إلى المرحلة الثالثة، ولكن بخسارة ثقيلة من اليابان 5-0 وخسارة أخرى من اليابان أيضا 3-0 وفوز صعب على سنغافورة بالذهاب وبالإياب، وطبعا أكيد فوزين مريحين على كمبوديا وأفغانستان على ما أذكر يعني. وبعدين تمت إقالته وإجا أيمن الحكيم وقاد المنتخب ببقية المباريات. فجر إبراهيم طبعا مدرب ما عنده CV، ما عنده نتائج كبيرة، ما عنده أي إنجازات، ما عنده أي إمكانيات ممكن نحكي عنها أو مع الأندية والمنتخبات اللي دربها، وبالتالي النتيجة المتوقعة لها لقرار تعيينه كانت الهزائم الثقيلة، هزيمة من إيران بخماسية، هزيمة من أوزبكستان 2-0، بعد توالت الهزائم من منتخبات أضعف من طاجكستان ومن لبنان، وبعد ذلك التعادل مع اليمن في النهاية، وكان طبعا في تعادل مع الهند بدورة نهره الودي. مع كامل احترام للمنتخبات المذكورة اللي قدمت مستوى محترم جدا وبتطور مستمر، ولكن أداء المنتخب السوري كان بدل على أنه ما في مدرب بمكانه الصح وما في إدارة عم تشتغل مظبوط. كنتائج لهاي المباريات أو كنتيجة لهاي المباريات قدم الاتحاد السوري لكرة القدم استقالته برئاسة فادي الدباس. طيب هل هذا هو حل المشكلة وخلاص؟ أكيد لا. المشكلة بسوريا لا تتعلق بأشخاص، تتعلق بمنظومة وعقلية. اليوم الجماهير السورية عم بتطالب بإقالة رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء المتقاعد موفق جمعة، ولكن المشكلة مش بشخص موفق جمعة، المشكلة تكمن بالمنظومة ككل. كيف يعني؟ يعني الكرة السورية تفتقد لأساسيات الإدارة الرياضية. أولاً لا وجود لخطة عمل واضحة مبنية على استقطاب الخبرات السورية الموجودة في الخارج لتطوير قطاعات الشباب والناشئين والأشباب. لذلك منشوف أنه بيجي كل فترة جيل أو كل 10 سنوات جيل بيقدم مستوى جيد، بيوصل لمراحل متقدمة مثلاً من تصفيات كأس العالم، وبعد ذلك ببلش التقهقر لحتى يوصل المنتخب السوري إلى قاع الفشل بكل الاستحقاقات التي يخوضها. ثانيا، الاتحاد الرياضي العام في وجود لشخصيات معينة بعيدة عن الرياضة، وبالتالي هذا شيء غير صحي
للرياضة السورية ولكرة القدم السورية. يعني وجود لواء متقاعد على رأس الاتحاد الرياضي العام بيخليه بعيد شوي عن تطور الرياضة حول العالم، بعيد شوي عن اللي عم بيصير بباقي الدول رياضيا. المشكلة الثالثة بالنسبة للكرة السورية هو اختيار رئيس الاتحاد، والذي يتم عبر انتخابات داخلية بالاتحاد الرياضي العام أو باللجنة الأولمبية، بيختاروا من خلالها رئيس اتحاد. ولكن السؤال هنا، ما هي مؤهلات الأشخاص اللي عم يختاروا رئيس اتحاد لكرة القدم؟ لأنه لما نسأل هذا السؤال، السبب بيكون أنه لما بتجيب رئيس اتحاد بالمكان الغلط وبدون ما يكون الرجل المناسب للمرحلة، بكون لجنة لاختيار المدرب، ولما بيتم اختيار المدرب بيطلع هو الشخص الغلط، وبالتالي كل المنظومة الكروية بتصير فاشلة جدا، ومنشوف النتائج اللي عم نشوفها اليوم. رابعا والأهم، طريقة التعامل مع مطالب الجماهير وطريقة احتواء الأزمات. شفنا صارت أزمة ببطولة كأس آسيا وكان الاحتواء فيها سيء جدا للأسف، وكبرت ووصلت إلى حد التصريحات والتراشق الكلامي بين بعض اللاعبين، وما في طريقة تعامل صحيحة مع وسائل الإعلام للأسف بالنسبة للاتحاد السوري لكرة القدم. خلاصة الحديث، الكرة السورية تحتاج لإعادة ترميم للإدارة الرياضية الموجودة في سوريا. كل التوفيق لنسور قاسيون فيما هو قادم، وشفى الله الكرة السورية. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة. إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل، كونوا بألف خير.